أرحب بحضراتكم على هامش قمة تكني، طبعا مؤتمر مهم جدا بيتكلم بشكل أساسي عن حاضنات الأعمال وكيفية هذه التنمية في هذا الموضوع على وجه التحديد، وإزاي ندعم الشباب ونخليهم يكونوا رواد أعمال ويبدأوا مشاريعهم بشكل مستقبلي سواء أثناء الدراسة الجامعية أو حتى بعدها عشان يخرج بشكل كبير يلاقي الوظيفة اللي ممكن يمتهنها بعد كده. معانا دكتور هشام العركي مدير حاضنة اللوجستيات بمركز ريادة الاعمال. برحب بيك دكتور هشام. اهلا بيك يا فندم، ايه الاخبار؟ دكتور هشام، في الحقيقه المؤتمر ده مهم جدا وبنتكلم عن رياده الاعمال بشكل رئيسي، الحقيقه اصبح لها دور كبير جدا جدا في الجامعات المصريه على وجه التحديد. بالظبط، ويمكن حتى زي ما حضرتك ذكرت كده احنا بقينا في الجامعه مهتمين ان يكون في حاضنات بتسبورت الطلبه، وحاضنات تانية بتسبورت الخريجين، وحاضنات تالتة بتسبورت الناس اللي بره. ففكرة حاضنة الأعمال في حد ذاتها هي بقت حاجة من أكتر الحاجات اللي بتساعد الشركات إن هم فعلا يعملوا البيزنس بتاعهم ويكبروا بسرعة، لأن يعني ببساطة شديدة إحنا بناخده وهو عامل زي المصباح السحري كده، بناخده عنده فكرة بنبدأ نشتغل معاه من تدريبات، من استشارات، من مجالات في التسويقية مالية، بنديله فلوس بحيث إن هو يبدأ يشتغل على الفكرة بتاعته وعلى البيزنس بتاعه، بنعرفه دايما بناس من الصناعة وناس من المستثمرين بحيث ان هو يبقى خلال 6 شهور او 9 شهور يبقى كواليفايد ان هو قادر يتعامل ويبقى عنده بيزنس حقيقي. كويس قوي دكتور هشام، في الحقيقه من الموضوعات المهمه جدا بنتكلم عنها فكره الذكاء الاصطناعي، وده في الحقيقه اتجاه كبير جدا من الدوله، واصبح عندنا جامعات يعني فيها كليات مختصه في الذكاء الاصطناعي زي جامعه العلمين، يعني اصبح فيها كليه للذكاء الاصطناعي، اللي ده اتجاه دوله بشكل كبير واهتمام في الحقيقه من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ان نكون عندنا تنميه شامله في الذكاء الاصطناعي. شايف يعني المؤتمر تكني وال يعني هذا المؤتمر في الحقيقه مخصص جلسات مهمه جدا لفكره الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي زي ما حضرتك قلت احنا عندنا كليه في الاكاديميه في العالمين، ان احنا نلاقي دلوقتي ان هو ما بقاش مجرد موضوع، لا ده بقى كليه بيخرج ناس متخصصه في المجال ده، ده معناه ان هو ده الترند العالمي، وده فعلا بره، يمكن بره بداوا يطبقوه بشكل قوي، ومش بس الذكاء الاصطناعي، يمكن كل انواع التكنولوجيا، لان لما نيجي نبص كده لو احنا بنتكلم على ستارت اب فهو الستارت اب ده لازم يكون عنده فكره مختلفه، فكره دايما مبنيه على التكنولوجيا وعلى الذكاء الاصطناعي، حاجه بتفاسيليتيت او بتسهل للناس حياتهم. فالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الجديده هي بقت تعمل كل حاجه اوتوماتيك، بقى كل السنسرز وكل الحاجات بتسمع في بعض والخدمه بتاعتك بتجيلك وانت قاعد من غير اي تكنولوجيا. فلما تيجي نقارن دلوقتي فكره الذكاء الاصطناعي بالستارت ابس الجديده بالتراديشنال بزنس والشركات التقليديه، هلاقي لا ان في فرق كبير قوي في النمو بتاع الشركات وفي السهوله، والموضوع بقى الناس كلها بتستخدمه، فعشان كده الذكاء الاصطناعي يعتبر بقى حاجه من ضمن الحاجات الذي لا غنى عنها حاليا في الفتره دي، واحنا الحمد لله في مصر بدانا ناخد خطوات جيده فيها. دكتور هشام، في الحقيقه برضه بتكلم على رياده الاعمال، الوضع مصر فين من رياده الاعمال من السوق العالمي؟ احنا واقفين فين ومستهدفين ايه الفتره اللي جايه في التحديد في مجال رياده الاعمال، لان ده هو المستقبل، يعني فكره الوظيفه الحكوميه يعني الموضوع ده لازم نبحث عن بدائل ليه بشكل عام، فبالتالي الدوله بتدعم رياده الاعمال بشكل كبير. في الحقيقه لو احنا رجعنا مثلا 5 سنين ورا، بس 5 سنين بس، هنلاقي ان كان مجتمع رياده الاعمال لحد ما مش اقوى حاجه. لكن احنا النهارده لسه كان في خريطه نازله بنتكلم ان في اكتر من 400 جهه بتساعد رواد الاعمال، بدايه من وزارات، حكومات، جامعات، حاضنات، مسرعات، كل الناس دلوقتي بتساعد بشكل او باخر رواد الاعمال. فلما نيجي النهارده احنا فين؟ لا احنا مشينا خطوات كتيره قوي، عندنا جهات، عندنا يعني مقتنعين احنا والسلطه اللي فوق ان لا رواد الاعمال ده حاجه من ضمن الحاجات الاساسيه اللي هتفرق كتير قوي في اقتصاد الدول، لان هي شركات ومشاريع صغيره، مشاريع صغيره بتشغل ناس معاها وبتبدا تكبر وبتقوم معاها الاقتصاد. فلا احنا الحمد لله مقارنه ب5 سنين فات احنا دلوقتي ماتيور جدا، ولسه في كتير على فكره، يعني احنا ما وصلناش للقمه، لا احنا دلوقتي يعتبر في نص الطريق وماشيين بسرعه، وقدامنا يعني خلال ال3 4 سنين اللي جايين هنلاقي الموضوع مختلف تماما. عايزين نتكلم برضو، كورونا كان ليها اثر كبير، يمكن كان ليها اثر سلبي على الاقتصاد بشكل عام، او ليها اثار سلبيه كبيره جدا على وظائف العمل، لكن في الحقيقه اثرت بشكل ايجابي على خلق وظائف جديده وتنميه مجتمع رواد الاعمال، وخصوصا كمان التجاره الالكترونيه بشكل كبير جدا. بالظبط، يمكن في ناس كثيره جدا اتضرت في موضوع الكورونا كشركات كبيره، لكن الستارت ابس كان ليهم نصيب مختلف. يمكن انا كمان ماسك حاضنه الاعمال المتخصصه في مجال اللوجستيات، واحنا بنتكلم على بقى الدليفري والاي كوميرس وكل الحاجات اللي فعلا فرقت كتير في فتره الكورونا،
دلوقتي ما بقاش حد يطلب في الكورونا اللي هو ينزل ويشتري ويعمل الكلام ده كله، لا بقت من على طريق موبايل ابلكيشن او من على الويب سايت بطلب اللي انا عايزه والحاجه بتجي لحد البيت. فده كان ظهر يعني بوتنشال قوي جدا للستارت ابس المتخصصين في المجال ده، ان هي لا ده يعني الكورونا جت عليهم بالخير، يعني يمكن من المجالات اللي فرقت معاها كتير قوي بالذات في مجال اللوجستيات. طيب عايزين نتكلم بقى على الحضانات اللي انت بتديرها دكتور هشام، وواصله لحد فين دلوقتي، والشباب مقبل عليها ازاي، وهل استوعب الفكره وفعلا في افكار خارج الصندوق زي ما بيقولوا نقدر نطبقها في الواقع العملي؟ النهارده احنا كان معانا راوند تيبل من الشركات كلها، كل الشركات الصناعيه الكبيره المالتي ناشونال موجوده مع الستارت ابس، عشان خاطر الستارت اب لما يخرج يلاقي العميل بتاعه، مش مجرد ان هو عنده فكره وخلاص، لا احنا محتاجين نعمل الماتش ميكنج دوت، نجيب الستارت ابس بالافكار بتاعتهم ونجيب الشركات ونوصلهم ببعض، بحيث ان هو اول ما يتخرج من عندنا يبدا يبقى هو ليه بوتنشال كلاينت موجود وبيبدا يشتغل معاه وبيبدا ينفست معاه.